بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحبا شباب، مرحبا طالباتنا وطلابنا. إن شاء الله كانت عطلة سعيدة، أعرف أنتم مشغولين وإن كانت هي العطلة كلها بالبيت، لكن إن شاء الله تكون استراحة ورفرش حتى تبدون الجزء الثاني من السنة، وإن شاء الله تكمل هذه السنة بنجاحكم وتفوقكم. أتمنى في الفصل الأول ثلاث شابترات كانت هي Fourier Transform و Zeta Transform و Numerical Analysis. اليوم راح نأخذ الشابتر الرابع، واللي إحنا مثل ما تعرفون عندنا 9 chapters، هذا الفورث شابتر الآن اللي هو Matrix. أشرت قبل العطلة، بلغت ممثليكم أنه لازم أكو فد ريفيو للMatrix، أنتم ماخذينها بالمرحلة الأولى كاملة. فراح أبدي محاضرتي وأنا باني على أنه أنتم already سويتوا للريفيو للMatrix الجبرة، عرفتوا الجمع والطرح والضرب وشنو هي الMatrix وغير هذا وغير هذه أمور خاصة بالMatrix، حتى الديترمينانت how to find the determinant أيضا المفروض أنتم قاري وهو موجود بهذه المجزرة. لكن خل أرجع فد ريفيو سريع للديترمينانت، لأنه كل شغلنا بهذه الفصل هو راح يعتمد على الديترمينانت. أوكي. Determinant of n by n matrix. الديترمينانت matrix، القانون مالت الديترمينانت هو أي مضروب بالكوفاكتر لنفس الـ A. يعني لو أي واحد لواحد واحد راح ينضرب في C الكوفاكتر واحد واحد بلس A مثلا 2 واحد راح يضرب بالC 2 واحد وهكذا. الكوفاكتر راح نعرف شلون طلعه، أما الـ A واضح. هذا القانون المفروض يحفظ انه انت شلون تلقى الديترمينانت لاي قانون. طبعا هنا نحكي على ثلاثه ماتريكس، ثلاثه في ثلاثه فما فوق، اثنين في اثنين راح ناخذ القانون مالته، واحد في واحد راح ناخذ الديترمينانت مالته، لكن ثلاثه في ثلاثه فما فوق لا، لها قانون يختلف اللي هو ديترمينانت اي يساوي لي اي مضروب بالكوفاكتر زائد اي اي 2 مضروب بالكوفاكتر الى اي اي ان وهكذا. هذا الكوفاكتر شنو القانون مالته؟ بالنسبة مثلا C لواحد واحد، القانون مالته هو سالب واحد حاصل جمع ذن الرقمين اللي هو I زائد J، واحد زائد واحد اثنين، مضروب في determinant M I واحد واحد. هذا الكوفاكتر بالنسبة لـ C واحد واحد. لو كان عندي مثلا C 3 4 ايش راح يكون عندي؟ سالب 1 3 زائد 4 7 مضروب بالديترمينانت M 3 7 وهكذا. هذه الطريقة اللي من عندها نحسب الكوفاكتر. هسه راح نجي بالمثال وراح يكون أوضح. هذا هو القانون مالتنا لاستخراج السي الكو فاكتر. اوكي عندنا اذا كانت الماتريكس واحد في واحد اي بها الاليمنت فقط واحد، فالماتريكس مالتي الديترمينانت لي اي هو فقط اي، هذا الواحد في واحد جدا ايزي. بالنسبه لاثنين في اثنين، اذا كانت الماتريكس اثنين في اثنين AB و CD، فالديترمينانت مالتي راح يكون حاصل ضرب A في D ناقص حاصل ضرب B في C. الديترمينانت A طبعا الديترمينانت يرمز له يا اما ديترمينانت DET A او ينكتب فقط Absolute A. فالديترمينانت مالته راح يكون AD minus PC كلش ايزي. بالنسبة لي
بالنسبة لثلاثة في ثلاثة ماتريكس هذا اللي هو طرقنا له، راح يكون عندي أي إذا كانت الماتريكس هذه عندي إذا كانت الماتريكس مالتي هي ثلاثة في ثلاثة، فحاصل الديترمينانت مالتي راح أخذ مثلا هذا الأول يجي هنا أي 11 في الكوفاكتر، هذا راح يلغي وي هذا الكوفاكتر، بس بالنسبة لأي 11 هو راح يعطيني سالب واحد أس واحد زائد واحد اثنين، فمعناه واحد يبقى مضروب بالديترمينانت هذا، لأن أنا بقى عندي فقط هذا، راح يكون أي 22 في أي 33 ناقص أي 32 أو أي 23 في أي 32، هذا طلع الأي 11. الآن أجي للي بعده، الآن أجي إلى أي 21 أو أي 12. طبعا دائما المين انه راح ناخذ رو او ناخذ كولوم ديبندنج يعني على عدد الزيروس اللي موجود بالكولوم، يعني كل ما كان بالصف او بالعمود اكثر صفاره فهذا يفضل انه تختاره، لان راح يلغي لي بعض من الحدود، وبالتالي راح يقل الوقت اللي استغرقه والبروسيجر اللي استغرقه لحل وفائده الديترمينانت. يعني لو كانت مثلا اي 12 زيرو معناه هذا الحد راح يروح، او كانت اي 13 زيرو هذا الحد راح يروح، وبالتالي راح احل فقط هذا. اوكي هسه ايش عندنا؟ قلنا الان اي بالنسبه ل 21 حتى احل راح اكتب اي 21 سالب 1 اس 2 زائد 1 3 بالديترمينانت، ها طبعا الكوفاكتر ل 21 ديترمينانت مال اي 21، فراح يلغي لي هذا يلغي لي هذا، راح تبقى عندي المصفوفه ذن الاثنين وذن الاثنين، فراح يكون اي 12 في اي 33 واي 13 في اي 32 اللي هو هذا. بقى هنا الاشاره ليش سالبه؟ لانه السالب واحد هو اس 3 واوت، وبالتالي راح يعطيني سالب. اللي بعده راح يكون 3 زائد 1 راح يكون موجب. وهكذا هذا بكثرة البراكتس راح يكون عندك جدا واضح. اوكي بالنسبه اذا كان لا عندي 4 by 4 matrix and higher، اذا كان عندي 4 فما فوق 4 في 4 matrix الديترمينت مالت مثلا هذا عندي 4 في 4 شو اسوي؟ راح اختار هنا طبعا هذه الستبس، اول نقطه انه انا اختار اي صف او عمود باكثر صفاره، فلو كان عندي على سبيل المثال هذا العمود باصفاره هو اكثر عمود باصفاره، او هذا الصف مثل ما هنا هو اكثر باصفاره، فاختاره بالحل واجي احله، اقول اي اختار اول مره اي مضروبه بمن؟ بهاي المصفوفه ناقص ب مضروبه بمن؟ البي مضروبه في هذا، بعد راح يلغى راح يبقى لي اي جي اتش كي اي او بي هذه، والسي كذلك راح تلغي لي هذه، ايش راح يبقى عندي؟ فقط هذا يشتغل وهذا يشتغل وهذا يشتغل وهكذا. ولما الان كتبت هذا القانون، الان ايش اصبح عندي؟ تحول عندي تحول الى مصفوفه 3 في 3، وبالتالي احنا عرفنا سابقا اصلا شلون احل 3 في 3، فطبق خطوات 3 في 3 وراح يكون عندك الناتج جدا واضح. هذه الريفيو السريع لديترمينانت. خلينا ناخذ اكزامبل. Find the determinant of the following matrix. فتلاحظ هنا نريد نلقى الديترمينانت لهذه الماتريكس، هذه الماتريكس هي 3 في 3 3 في 3 هذه الماتريكس 3 في 3، وبالتالي اريد اختار اي صف او عمود باكثر صفاره، فعندي هذا الصف هو اكثر صفاره، وبالتالي راح اختار سالب 3 اللي هنا في الديترمينانت هذا اللي هو 4 5 0 2
ناقص اللي بعدين راح نضرب صفر في هذا، وهذا راح يلغي الصفر، ثم راح نختار الصفر الآخر ونضربه أيضا بديترمينت مال هذه، وأيضا راح يلغيها، وبالتالي راح يبقى عندي فقط سالب 3 4 في 5 ناقص 2 في 0 0، فراح يكون عندي سالب 3 في 4 في 5 يساوي لي سالب 6. اوكي هنا في هذه الحالة هذه أيضا 3 في 3، فمجرد الطلاع عليها واضحة، خلينا ناخذ 4 في 4. عندي أنا هذه الماتريكس اللي هي 4 في 4، فش راح يكون شغلي؟ إنه أنت تدور على العمود أو الصف اللي بيه أكثر أصفارة. هنا تلاحظ هذا العمود هو أكثر عمود بأصفارة، هذا العمود، فبالتالي أخذ هذا العمود، فش راح يكون عندي أي واحد 4 مضروب في كوفاكتر 14، أي 2 4 مضروب في كوفاكتر 2 4، أي 34 مضروب في كوفاكتر 3 4 and so on. الباقي فقط راح تطلع الكوفاكتر لهذه الماتريكس اللي هي صارت 3 في 3 والكوفاكتر لهذا الماتريكس، وثم تعوض وراح يطلع الناتج النهائي. شباب انتم ما راجعتوا هذا الموضوع، وهذه مجرد مراجعة سريعة للديترمينانت، فضروري انه انت تكون هاي الأمثلة إذا ما حليتها أو إذا ضيعت ذاك الوقت السابق وما رجعت الماتريكس، ضروري قبل ما تبلش بدراسة مادة الماتريكس اللي راح ناخذها بالمرحلة الثالثة، إنه أنت تكون مسيطر على الديتيرمينانت والترانسبونس والإنفيرس، حتى تعرف تتعامل بدل ما تضيع وقتك بهذه الخطوات البسيطة. عندنا الانفيرس اوف ماتريكس باي ديترمينانت، انه الان عندنا الانفيرس مال، شلون اطلع الانفيرس مال ماتريكس؟ الانفيرس مال ماتريكس اي اس ماينس 1، قانونها يقول 1 على ديترمينانت اي مضروب في الترانسبوز كوفاكتر سي جي كي، هذه التي ترمز الى علامه الترانسبوز، الترانسبوز اللي يحول الماتريكس كل صف يصير عمود وكل عمود يصير صح. بس راح نشرح، فش راح يكون عندي 1 على الديترمينانت اي مضروب فيه اللي هو هذا، عاده ايش عندي بالنسبه للكوفاكتر؟ يعني انا لو عندي خلينا نقول المصفوفه عندي هي اي 11 اي 2 1 اي 3 1 وهكذا، هاي المصفوفة الطبيعية العدي. أجي شو أسوي حتى أطلع هذا؟ الخطوة الأولى أطلع الكوفاكتر مالتها C 11 C 2 1 C 3 1 C هنا راح يكون عندي 1 2 وهكذا، طلعت الكوفاكتر يكون بالضبط مثل عدد الماتريكس الطبيعي 3 في 3. هذا شنو؟ هذا C I K. الآن شو احتاج؟ احتاج C I K اس T كابيتال اللي هو ترانسبوز. الترانسبوز ايش راح يصير؟ C 11 C 21 C 31، وكأنما هاي تقلبها تجيب C 31 تصير هنا، C 12 تجي هنا، واضح؟ تجي إلى هذا الحد، هذا وكأنما تقلبه بحيث يصير بهذا الشكل، فتصير C 12 هنا و سي 22 هنا وهكذا. نجي الى الكولوم الاخير ايضا وكانما تقلبه تجيب هنا تحول، وهذه تجي هنا وهذه تبقى في مكانها. فتلاحظ هنا بعد ما عوض الترانسبوز سي 11 فقط نفسها اللي ما تغير، السي 21 اللي هي المفروض هنا صعدت لي فوق، وسي ان 1 اللي هي المفروض هنا اجت لي هنا ترانسبوز، وكذلك بالنسبه للمنتصف وبالنسبه للاخير. فهذا اللي يصير بالترانسبوز. فحتى القى الانفيرس مالتي، انه انا لاي ماتريكس لازم القى الديترمينانت للماتريكس الخطوه الاولى، ثم القى الكوفاكتر لهي الماتريكس، ومن ثم الكوفاكتر اختار للترانسبوز، وبعد ذلك اضربه في 1 على الديترمينانت اي، راح يطلع لي الانفيرس اوف ذا ماتريكس.
اوكي طبعا الترانسبوس احنا تطرقنا له، خلينا ناخذ مثال. طبعا هذا الريزولف ترانس بوزيشن اطلع عليه انه اذا كانت عندي ترانسبوس، الترانسبوس مال الماتريكس راح يلغيه فتطلع فقط الماتريكس. اذا كان عندي حاصل جمع تو ماتريكسز اند اخذنا الترانسبوس الهن راح الترانسبوس هو نفسه لو اخذنا لكل ماتريكس ثم جمعناهن، وهذه كذا اذا كان مضروب بسكيلر يطلع السكيلر كعدد ثابت يطلع بالخارج. اي بي حاصل ضرب الكل ترانسبوز هو راح يكون القانون مالته مو اي ترانسبوز في بي ترانسبوز، وانما راح يكون عكس الماتريكس، يعني الثانيه الترانسبوز مال الثانيه مضروب في الاولى يلا يعطيك نفس الناتج. Let's take example, find the inverse of matrix. عندي ماتريكس 3 1 2 4 2 في 2، فالاي سالب 1 هي ايش راح تساوي لي؟ 1 على 10، هذا ال 10 شو يمثل لي؟ هذا يمثل لي الديترمينت اي اللي هو 1 على 10، هذا شو يمثل لي؟ يمثل لي سي 1 1 سي 1 2 ويمثل لي سي 2 1 ويمثل لي هذا سوري طبعا هنا مباشره فهذا الموضوع متروك لك، راح اول مره يطلع القيم راح تطلع عندك الكوفاكتر راح يطلع عندك 4 سالب 1 سالب 2 3. ثم طبعا الكوفاكت الترانسبوز مال التو ماتريكس اعتقد انا هنا متطرق لكم، انه هذه انا ما شرحته. بالنسبه لو كانت هذا عندي الماتريكس 2 في 2 فالانفيرس مالته 1 على الديترمينت اي ديترمينت مال هذه ايش راح يساوي لي؟ نقلب هذا العمود الارثوغونال هذا راح ينقلب الاي 22 تجي بدال الاي 11 وذني تنضرب اشاره في سالب، اذا كان سالب يصير موجب واذا كان موجب يصير سالبات. فما يحتاج بعد تطلع الكوفاكتر وتروح تحوله ترانسبوز، هذه 2 في 2، اما اذا كانت 3 في 3 فراح يختلف ذاك الوقت الكلام. عندنا هذه الان find the inverse of the matrix. عندي هذه الماتريكس 3 في 3. هذه الماتريكس 3 في 3. شريد اطلع يقول find the inverse، انا اكتب القانون اقول انه اي inverse تساوي 1 على determinant a مضروب في c i k plus t الترانسبوز مال هذا. فاذا اجل المعطيات، هذا اول مره لازم اطلع determinant a و سي جي كي راح تجي انطلع. طبعا ما يحتاج انا اتناول خطوات شلون القى الديترمينت لهذه لان انا شرحتها استوني. فالديترمينت مالته راح يكون وي اوبتين التعويض مالته راح يكون سالب 1 مضروب في سالب 1 في 4 ناقص 1 في 3 راح يكون سالب 7، ويطلع الناتج النهائي هذا بالنسبه للسالب 1، ومن ثم اللي بعده راح ناخذ الواحد ومن ثم الاثنين راح يطلع لي ديترمينانت كامل واللي راح يكون 10. ايش عندي انا؟ عندي اول شيء ديترمينانت راح يكون 10. الان شو اسوي؟ اطلع الكو فاكتر. اجي اطلع كل كو فاكتر على حده. ايش اقول انا؟ اطلع اول مره السي 1 1. السي 1 1 هاي سي 1 1. ايش راح تلغي؟ راح تلغي لي هذا وتلغي هذا. فش راح يصير سي 11 هي سالب 1 4 1 في 3 سالب 1 في 4 ناقص 1 في 3 يعطيني سالب 7، طلع لي الكوفاكتر 11. اجي كوفاكتر 12 اللي هو هنا راح يلغيني ذني راح يكون عندي 3 في 4 ناقص 1 في 1 وبالتالي راح يطلع ناقص 3. طبعا هاي السالب واحد
واضحة من اللي جت اللي هي سالب واحد أس واحد زائد اثنين. وكذلك السي 13 هذه طلعت قيمتها، وبالتالي لكل الكوفاكترات طلعت القيم. الآن شو أسوي؟ هذه الكوفاكترات أنا أعرف إنه هن سي 11 سي 12 سي 13. شو أحتاج أسوي؟ أحتاج أسوي لي الترانسبوز بحيث هذا الصف يكون العمود الأول، الصف الثاني يكون العمود الثاني، الصف الثالث يكون العمود الثالث. واضح؟ فش راح يصير عندي؟ السي 11 لا تجي تسري هنا، السي 11 عفوا ايش راح يصير عندي؟ راح يكون عندي سي 11 وسي 12 هنا راح يصير، وسي 13 ايضا راح يكون عندي سي 21 سي 22 وسي 23، وهذه كذلك راح يكون عندي سي 31 سي 32 وسي 33. وعذرا الكتابه ما تكون كلش واضحه لانه صعوبه الكتابه بالماوس. anyway الان شو راح نجي الان فقط نعوض السي 11 اجيب قيمته اللي هي سالب 0.7. طبعا هنا بس كلحظه شلون صار السالب 0.7 وهي 7؟ مين اجت هاي؟ هاي من اجت انه احنا ضربنا الكو فاكتور كله في واحد على الديترمينانت اللي هو 10، فحول لي 7 سالب 7 على 10 صار سالب 0.7، وهذا كله انضرب في واحد على 10. السي 11 0.7، السي 12 اللي هي سالب 13 صارت هنا 1.3، السي 13 هذه اللي هي المفروض هنا بعد ما حولنا الترانسبوز جبناها 8 على 10. اعتقد شباب كلش واضح ما يحتاج تساعد انا بالموضوع الان. فهذا الصف الاول كان المفروض يكون صف، صار عمود بعد الترانسبوز، وهكذا بالنسبه للثاني والثالث. عندنا linear transformation. اوكي. linear transformation. احنا ايش عندنا؟ انه اذا كانت عندي ماتريكس معينه، ماتريكس معينه ضربتها في فيكتور اخر، فماتريكس اخرى الفيكتور ماتريكس، ضربت هذه الماتريكس في فيكتور، فانا اقدر انقل هذه الماتريكس اسوي لها ترانسفورميشن من دومين معين الى دومين اخر. Multiplying a vector by a matrix is a linear transformation. يعني انا عندي ماتريكس اضربها بفيكتور راح تتحول، هذا يسمونه linear transformation. فايش عندي؟ هذه نقطة X اللي خلي تكون على سبيل المثال فيكتور معين، من اضربها بماتريكس راح يعطيني صورة الفيكتور بالدومين الجديد اللي هو Rn اللي هي B. وبالتالي هذا ايش يعني؟ أي في X يساوي لي B. B تسمى الصورة أو المابينج مال X، إنه أنا نقلت الفانكشن من دالة من دومين إلى دومين آخر. شنو معنى؟ شلون هذه الفانكشن تستخدم؟ أنا ايش عندي؟ عندي هذا دومين Rn وعندي دومين Rn. أريد أنقل الماتريكس مالتي من هذا الدومين لتكون X وY إلى هذا الدومين. فأريد أنقل من هذا الدومين ليكون هنا مثل X1 X X1 X2، أريد أنقلها إلى هذا الدومين واللي قد تكون صورتها BYN أني رمز. فش أسوي؟ أضرب هذه في الماتريكس في A راح يعطيني الصورة مالت هذه الماتريكس في الدومين الجديد that maps X to AX. فشو معناها؟
معناها انه انا عندي هذه الداله، هذه داله انه انا تعرف انه شلون هي فانكشن، هذه الداله لو عوضت فيها قيمه اكس وتساوي لي اي اكس راح تعطيني تي اوف اكس اللي هو واي. فهذا هو ما يسمى الترانسفورميشن، اللينير ترانسفورميشن. ماتريكس ماتريكس اضربها بفكتور راح تتحول لي الداله مالتي، راح تتحول الى تظهر لها صوره جديده في دومين اخر. طبعا من مواصفات الترانسفورميشن، فاذا كانت عندي f of v زائد x to vector تساوي لي f of v زائد f of x، هذا حال الدوال العادية. إذا كان عندي سكالر يمكن أنه يطلع برا ككونستانت. فعندي على سبيل المثال الآن y، عندي y تساوي لي شو عندي أنا؟ عندي x، عندي أنا x1 و x2 لأني موجودات في دومين معين. اريد انقل هذا الدومين الى دومين اخر ليكن مثلا n. هذا الدومين حتى انقل هذا الفكتور راح اضربه في a اللي هي ماتريكس. ايش راح يعطيني؟ يعطيني صورتها اللي هي y1 y2. وبالتالي مثل عندي هذه التو كويجن، هذه التو كويجن حتى احولها الى ماتريكس، فواي 1 واي 2 اصبح ماتريكس، اي تمثل لي المصفوفه مضروبه في اكس اللي تمثل لي اكس 1 اكس 2، فاكس 1 اكس 2 واخذ خلينا نقول الكوفيشنت مالتن اي 11 اي 12 اي 22. فلو ردت حتى اشيك انه هل انا صحيح مثلت جبت هذه الماتريكس اللي تمثل لي الحل، اضرب اي 11 في اكس 1 زائد اي 12 في اكس 2 هذا في هذا راح يعطيني هذه المعادله الاولى، ثم اضرب هذا في اكس 1 زائد اي 22 في اكس 2 طلعت لي المعادله الاولى. وبالتالي التمثيل ما تشرح يكون راح يكون واي 1 واي 2 تساوي لي المعادله الاولى اللي هي اي 11، هذه هي نفسها راح تكون هنا. فهذا يكون على شكل ماتريكس نوتيشن، على شكل ماتريكس. هنا كانت عندي equations حتى اسوي المناقله بصوره الماتريكس هي تكون بهذا الشكل. خلونا ناخذ هذا الاكزامبل. Find A representing the linear transformation that maps x1, x2 into 2x1, 2x2, 3x1, 4x2. اوكي، شو نقدر نصيغ هذا السؤال؟ نصيغه بطريقه اخرى. انه هو يريد الـ A. ايش معناها؟ معناها الماتريكس. اللي شنو؟ اللي مثلت الـ linear transformation، النقل اللي صار. اللي شي مثل لي؟ مثل لي x1 مثل ما سوينا بالبدايه، x1 x2. شي يريد هو؟ يقول اريد هاي ال a اللي حولت لي x1 x2 maps them into هذه المعادله 2x1 ناقص 5x2 و 3x1 ناقص 4x2. مش قلنا انا من عدي x1 x2 فيكتور اضربه بالماتريكس راح يعطيني في الصوره جديده في دومين جديد. هو يريد هذا الماتريكس. طبعا جدا ايزي يعني، هو بس من باب هذا السؤال من باب حتى يفهمك انه انا ايش عدي y1 الاي بوضوح انه انا اخذ الكوفيشنت اللي هو شنو هو؟ 2 و5، 2 سالب 5 و3 و4. هذا هو الحل، هذا هو الحل. حتى تشيك حلي صحيح لو لا، اقول y1 على y2 اللي هو يا هو هذه الصوره اللي هنا، ايش تساوي لي؟ تساوي لي a الماتريكس مالتي
مضروبه في اكس دي اكس 1 اكس 2 من اضربهم راح يطلع لي نفس الاصل، وبالتالي هاي الماتريكس هي المطلوبه واللي تحقق لي الشرط. خلينا ناخذ اكزامبل اخر. يقول ليت ام عندي انه انا ماتريكس الان عندي 1 2 3 4 ماتريكس 2 في 2 و رايت المطلب الاول رايت ان اكسبريشن فور تي ام. التي ام يريد انه انا من هذه الماتريكس استخدم اكسبريشن اللي هي هذه، يعني وكأن ما اعوض انا قيم اي وبي وسي ودي بهذه المعادله، يعني تي ام تكتب الفانكشن بهذه الداله. فكلش واضحه انه انا ايش عندي تي ام اكس واي، اجيب الداله مالت 1 2 3 7 مضروبه في اكس وواي، يعني هنا شنو اذا تلاحظ من التيرم اللي اعطاك اياه ما قال اكس 1 اكس 1 اكس 2 وانما عبر عنها باكس واي، وهنا انا اكس واي. فاذا انا المتغيرات اللي عندي هي اكس واي اللي اريد اطلع صورتهم بعد اللينير ترانسفورميشن. فالماتريكس مضروبه بهذه الداله، 1 في اكس راح تجي هنا، 2 في واي راح تجي هنا، 3 في اكس جت سائل 7 في واي. الان اصبح عندي واضح انه تي ام هي اكس زائد 2 واي فارز 3 اكس زائد 7 واي. طبعا ايش تقدر؟ مباشره تعوض، انت تعرف انه هذه اي بي سي دي، فمن هذا التيرم تجيب قيمة الـ A وتجيب قيمة الـ B ومن ثم تقاوض قيمة الـ C والـ D. هذا طبعا المثال قد يشوفه جدا ايزي، تقول هو هذا السؤال؟ نعم هو هذا اللينير ترانسفورميشن التوضيحي. عادة الأسئلة اللي تجيك هي تربط بين اللينير ترانسفورميشن مع الايجن فاليو والايجن فاكتورز أو مع الديترمينت حتى يكون كومباين كويستشن، يعني يكون مركب هذا الكويستشن من أكثر من فكرة، لأنه الماتريكس اللي احنا ندرسه ما بيها هواي افكار، ما مغطين بيها هواي افكار، فالشابتر جدا بسيط. اوكي. المطلب الثاني يقول فايند تي ام 1 بصفر عن تي ام 0 بواحد. هنا شنو؟ اعطاه قيمه اكس وواي. اعطاه قيمه اكس وواي. يقول لك طلع قيمته، طبعا انت مباشره بس تعوض بهذه المعادله اللي طلعناها راح يطلع لك الناتج. بالنسبة للأخير find all point x1 such that tm xy equal 1 0. الآن هو شطاك طاك قيمة هذا، قال لك هي 1 وقيمة هذه 0، طلع لي قيمة xy بطيك معادلتين وبطيك مجهولين x y اي و b و c d موجودات عندك، فمجرد تساوي المعادلتين بواحد، وحدة تساويها بواحد ووحدة تساويها بصفر، حل المعادلتين راح يكون قيمة الـ X والـ Y هي 7 بسالب 3. ما أعتقد بعد نحتاج إنه احنا ناخذ إكزامبل آخر. إذا أكو أي طالب ما فهم هذا الموضوع يقدر يراسلني وأنا أضيف لك إكزامبل. طبعاً ضفت لكم في كتاب بعض الطلبة يطلب فد ريفرنس، وإن كان أنا أفضل إنه أنت بالجوجل أكو كثير من الكتب، أي بس تكتب Engineering Analysis PDFs راح تلقى كثير مئات من الكتب، العشرات من الكتب خلينا نقول ما نبالغ اللي تستفاد من عندها. بس بالنسبه لشو نسوي للمتعاجز وما يدور، اكو كتاب ضفته لكم هي على الماتريكس، تقدر تستفاد من بعض الامثله اللي موجوده به. اوكي شباب، بالنسبه للايجن فاليو والايجن فاكتورز وهو اهم تطبيق او من اهم التطبيقات اللي يستخدمها المهندسين او يحتاجها المهندسين، واكو تطبيقات عده على الايجن فاليو والايجن فاكتورز، ما راح يكون عندنا المتسع لتناول هذا الموضوع لان احنا راح نتناوله ماثماتيكلي. الايجن فاليو والايجن فاكتورز اللي هو من تطبيقات الماتريكس، راح نتعلم شلون احنا نطلع الايجن فاليو والايجن فاكتورز. طبعا بدي استفاد انه وين نستفاد بالايجن فاليو والايجن فاكتورز، whether in electrical engineering or mechanical or any different discipline in engineering.
هذا متروك إليك. أنا كنت رافع بعض الملفات اللي على الموديل لكن ما شلت بهن طلعت الفائدة من العام يعني فشلتهن أصلاً. المهم نيجل فاليو والإيجن فاكتورز. طبعاً إنه أنا شنو خطوات إنه أنا أحل وأطلع الإيجن فاليو والإيجن فاكتورز. على سبيل المثال خلنا نأخذ الاشتقاق. أنا عندي some equation اللي هي A11X1 plus فد عدد من الـ elements A1N في XN equal لامدا اللي هو يرمز إلى الـ eigen value مضروب في X1 زائد A21X1 مضروب ويساوي لي هكذا إلى لامدا X2 وهكذا. لو حولنا هذا الجانب لامدا X1 إلى هذا الجانب ولامدا X2 إلى هذا الجانب راح ينتج عندي اي 11 ناقص لامدا اكس 1 هذا يبقى نفسه وهذا يبقى نفسه. اي 21 راح يصير عندي اي 22 ناقص لامدا في اكس 2 وهكذا الى اي ان ان ماينس لامدا. فراح تكون عندي اللي ارثوغونال المحور اللي بالماتريكس هذا المحور اللي بالماتريكس اللي هو هذا راح يكون يحتوي على لامدا وبقية الالمنتس ما راح تتأثر بلامدا. شلون نطلع الايجن فاليو وشلون نطلع الايجن فاكتورز؟ خلونا ناخذها بالماتريكس. ايش عندي انا القانون يقول او الشرط مالتي اللي ايش يقول؟ يقول انه انا عندي اي اكس AX تساوي اللي أخذناه من هذه المعادلة هذه AX ماتريكس مضروبة في فيكتور AX تساوي لي لامدا I في X. أنقل هذه معادلة للطرف الآخر تنحل المعادلة أنه أنا أساويها بالصفر راح تكون عندي AX ماينس لامدا اي اكس ايكوال 0 وبالتالي اخذ الاي اكس عامل مشترك ناقص لامدا اي مضروب في اكس ايكوال 0. فهذا عندي الداله. يعني بعض الاحيان تلقى في بعض الكتب مكتوب لا مكتوب لامدا اي ناقص A مضروب في X ويساوي لي صفر. طبعا ماكو اختلاف بس راح نشوف راح ناخذ two example بالحالتين اخذ مرة هذه ومرة هذه ما راح يكون عندك اختلاف بالناتج. طبعا شنو معنى I؟ ال I هو لامدا مضروبة في I يساوي لي اللامدا هو N scalar ما اعرف العدد الثاني مضروب في I اللي هي الـ 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 الماتريكس اللي يكون عندها الارثوغونال. هذا الارثوغونال هو قيمته واحد والبقية هو صفر وبالتالي من أضرب اللامدا راح يكون عندي لامدا صفر صفر لامدا لامدا صفر 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 صفر. فمن أقول ناقص A مضروبة بالX هذه A تمثل لي الكل مضروب في X اللي وش يمثل لي X1 X2 and so on. فهذا طبعا شنو هذا كشرح. رح نجي للخطوات لناخذ المثال انه احنا شلون بالضبط نطلع الايجن فاليو ونطلع الايجن فاكتورز. طبعا من المستحيل ما تقدر تطلع الايجن فاكتورز قبل الفاليو. ضروري تطلع الايجن فاليو ومن ثم تطلع الايجن فاكتورز. طبعا هنا التسميات انه A minus lambda I is called the characteristic matrix. D of lambda اللي هو determined مال the characteristic determinant of A. Equation 4 هذه اللي هي equation 4
is called the characteristic equation of A. By developing d lambda, we obtain a polynomial of 9th degree in lambda. اللي هو شيء يسمى characteristic polynomial of A. By solving the matrix above, هذه المatrix راح نحلها، راح نطلع الديترمينت مالتها مثل ما أخذنا سابقا. We will get an equation of variable lambda. راح تطلع عندي فد معادلة تحتوي على عدد من المتغير لامدا و x. العفو فقط لامدا لأن x راح تلغى. By solving it, تحل هذه المعادلة ربما بالتجربة تحلها بالlong division بالfactorize is the way. By solving it, you can find lambda. راح تاخذ مجموعة من قيم لامدا. من طلعت لك لامدا which called eigen values. فش راح تقول إذا الايجن فاليوز راح يساوي لي لامدا 1 تساوي لي سالب 1 لامدا 2 تساوي لي كذا and so on. Then substitute the values of lambda. ارجع عوض القيم اللامدا طلعت وين؟ تعوضها بهذه المعادله اللي هي a ماينس لامدا i مضروبه في x. يعني ايش راح تسوي؟ راح تاخذ هذه تعوض بها قيمه اللامدا وتضربها وتضربها في هاي 3 في 3 في x1 x2 x3 تضربها راح تطلع لك ثلاث معادلات بثلاث متغيرات تختار انه لازم تحول هاي الداله هذا الفكتور بدلاله x وحده يا اما الكل بدلاله x1 يا اما الكل بدلاله x2 يا اما الكل بدلاله x3 ومن ثم راح تعوض فراح تكون قيمه الايجن فاكتورز هي اللي موجودة. طبعا هذا الكلام هسه يدوخ بس بالمثال راح يكون جدا جدا ايزي. اوكي. احنا هنا راح نحل الايجن فاليو بالنسبة للماتريكس 2 باي 2. Find the eigen value and associated eigen vectors of the matrix. عندي ماتريكس سالب 5 2 ماينس 2 2. نجي اول ما اريد احله راح اقول ما لك علاقة بهذه الخطوات اللي هنا، هذه تركها ما لك علاقة بها هسه. أول ما راح أقول أجي راح شو راح أقول؟ إنه أنا أطلع الديترمينت مال a ماينس لامدا i واللي هو شنو هو؟ اللي هو شنو هو؟ راح يكون هاي a ماينس لامدا 0 0 وهذه اللي هو لامدا ويساوي لي ناقص 5 ناقص لامدا ناقص 5 ناقص لامدا هاي الخطوة الثانية بعد ما عوضت 2 ناقص 0 تبقى 2 2 ناقص 0 أيضا راح تبقى 2 وسالب 2 ناقص لامدا راح يكون عندي سالب 2 ناقص لامدا بس هذا شنو هذا ناقص شنو شو يساوي لي؟ هذا يساوي لي A ماينس لامدا اي هسه اطلع الديترمينت الديترمينت بالنسبه للماتريكس 2 باي 2 هي ايش راح يكون عندي الديترمينت مالتي اللي قلت لك هذه الخطوات ما لك علاقه بها راح نرجع لها بعدين طلعنا الديترمينت مالتي اللي هو ايش راح يكون سالب 5 ماينس لامدا في سالب 2 ماينس لامدا ناقص 2 في 2 4 واللي ايش راح يطلع لي؟ لامدا زائد 7 لامدا زائد 6 الان احل حتى اطلع قيمه لامدا هذه لامدا لامدا زائد زائد 6 و1 ويساوي لي 0
وبالتالي هذا شنو يعني لي؟ يعني لي انه لامدا الاولى لامدا واحد تساوي لي سالب واحد، ولامدا الثانية تساوي لي سالب ستة. الان طلع هذا شيء يمثل لي، يمثل لي الايجن فاليو، هذا الايجن فاليو طلع. الان شو احتاج؟ احتاج الايجن فاكتورز. شو اسوي حتى اطلع الايجن فاكتورز؟ اجي اقول اجي اعوض وين اللامدا اللي طلعت. اقول عندما لامدا واحد تساوي لي سالب واحد، اعوضها بهذه المعادله، بهذه المعادله ايش راح تكون عندي؟ هذه المعادله هي ايش تمثل؟ تمثل لي هذه، هذا في x1 و x2 وتساوي لي 0، صح لو صح؟ هذه اعوض ايش قد قيمه اللامدا؟ سالب 1 ناقص 5 زائد 1 ناقص 4 وعدي 2 2 وهنا عدي ناقص 1. الان شو اسوي؟ اخذناها بالترانسفورميشن اسويها الى معادلات حتى احل بدلاله اكس. اقول سالب 4 x1 2 في زائد 2 x2 تساوي لي 0. الثاني 2 x1 minus x2 ويساوي لي 0. اذا عندي الان 2 equation وعندي 2 variable، اثنين عندي مجهولات، اطلع واحد بدلاله الثاني. اختار بكيفك طبعا، لو اختارت اكس 1 راح تطلع لك قيم فد مختلفه، ولو اختارت اكس 2 راح تطلع لك قيم، لو اختارت عن سوري اوبس لو اختارت اكس 1 راح تطلع لك قيم، ولو اختارت اكس 2 راح تطلع لك قيم مختلفه عن هذه القيم. فمو مشكله يعني لو انت حليت وصديقك حل وكل واحد اختار وحده وطلعت الارقام مختلفه، فمو مشكله، مو معناه الحل خطا، لا الحل صحيح، بس يعتمد على ايهما انت راح تفرض. فخل مثل ما بالمثال ناخذ نقول x1 هسه هنا واضح نجي لا هي هاي نفس المعادلات هنا ما دام مكتوبه، بنلاحظ انه x1 او x1 هي نصف x2. بالمعادله الثانيه x1 هي نصف x2، تريد لا والله تعوض وتقول x1 تساوي لي 2x2 على 4 ويساوي لي x1 تساوي نص x2، هذا كافي في اي وحده من المعادلات، بعد ما يحتاج تروح تطلع قيمه اكس ايش قد. تجي هنا تقول على سبيل المثال اكس 1 شنو عندنا هنا بعد بقى؟ اكس 1 اكس 2، فصار هذه عندي المعادله رقم 3. الان هسه ايش طلعت؟ طلعت قيمه x1 ايش قد؟ A solution is x2 to equal to x1. As we see from either of two equations, so that we need only one of them. يعني اي معادله من المعادلات اللي فوق هو تطلع لي x2 ضعف x1. لذلك احنا نختار وحده. This determined an eigenvectors corresponding to لامدا 1 equals سالب 1. احنا بعدنا وين نشتغل بلامدا سالب 1. فلو اختار قيمه معينه لاكس 1 شو تختار؟ واحد اثنين، بس مو صفر تختار لانه صفر ما راح تعطيني قيم. واحد اثنين ثلاث، ايش عندي انا؟ الداله مالتي اكس الان بدي اطلع الايجن فاكتور. شو اقول؟ بما انه انا عندي اكس 2 تساوي لي 2 اكس 1، فلو اخذت x1 x1 يساوي لي 1، اذا x2 شو يساوي لي؟ 2. اذا الايجن فاكتورز مالتي الايجن فاكتورز مالتي يساوي لي 1 و 2، واضح؟ يساوي لي 1 و 2. احنا هذا الايجن فاكتورز هو يمثل لي قيمه الاكس، لما قلنا اي ماينس
لامدا اي مضروب بالاكس يساوي لي صفر. فانا الايجن فاكتورز هو 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 قيمه الاكس، قيمه الاكس اخذنا اكس 1 فرضناه واحد اعوض بالمعطى ايكويشن 3 القيمه الثانيه طلعت 2 فواحد باثنين. هسه تقول لي ليش ما اختارت ثلاث قيم من ثلاث اكسات؟ لانه واضحه انه انا الماتريكس مالتي هي 2 في 2. واضح؟ الان اريد اشيك حل صحيح لو لا، خليني اشيك. انا هسه هذا الحل طلعت اي لامدا 1 عندما تساوي سالب 1 طلعت الايجن فاكتور. طبعا شنو؟ ما خلص الحل نهائيا، لازم اعيد نفس الخطوات بالنسبه للامدا 2 اللي هي سالب 6. هسه احنا سالب 1 هذا اريد اشيك انا القانون شو يقول عندي؟ اي اكس تساوي لي لامدا اكس، صح ولا مو صح؟ قانون عندي. فلو ضربت الاي يا هي الاي اللي معطاه في اكس يا هو الايجن فاكتورز واحد باثنين، ايش راح يعطيني؟ سالب 5 في 1 سالب 5 زائد 2 في 2 4 يعطيني سالب 1، 2 في 1 ناقص 2 في 1 ناقص 4 يعطيني ناقص 2. هذا اعطتني قيمه، هذا شو يمثل لي؟ اي اكس يساوي لي سالب 1 سالب 2. اوكي؟ احنا اللامدا ايش قد قيمتها؟ سالب 1 صح ولا مو صح؟ لو طلعت سالب 1 عامل مشترك شو راح يبقى عندي؟ سالب 1 في مضروب 1 ب 2 اللي هو شو يمثل؟ يمثل اكس. وبالتالي تحقق الشرط اللي عندي اللي يقول هاي لامدا ولو هذه هنا خلينا نلغيها نقول هذه اي، تحقق الشرط اللي يقول عندي انه اي ناقص لامدا مضروب الكل بالاكس يساوي لصفر، اذا حلي صحيح. اتمنى يكون واضح. طبعا هنا لا تقلق ما لك علاقه بهذا الرمز 1، افضل انه انت دائما تخليها اكس حتى لا تدوخ مع الرموز الاخرى. هذا يلغى فيكون اكس. اعتقد لهنا واضح. خلينا ناخذ حتى يكون اكثر وضوح نروح الى ايجن فاكتورز اوف كورسبوندينج تو لامدا 2. اوكي الان بي 2 ايجن فاكتورز اريده اوف كورسبوندينج تو لامدا 2. لامدا 2 ايش قد عندي؟ ماينس 6. ايش راح اسوي؟ راح اسوي بالضبط مثل ما سويت، اجي اعوضهم بهذه المعادله. اعوض بهذه المعادله ناقص 5 ناقص 6 ناقص 11 مثلا، ناقص 2 ناقص 6 لا عفوا، ناقص 5 ناقص بناقص 6 راح يعطيني 1، ناقص 2 ناقص بناقص 6 راح يعطيني 4. الان طلعت عندي اي، عندي الاي راح اضربها في اكس 1 اكس 2 راح اطلع مثل هذه المعادلات. فيطلع عندي x1 زائد 2x2 2x1 زائد 4x2 يساوي صفر. الان اطلع x1 بدلاله x2 x2 مثل ما تلاحظ انه x1 تساوي لي سالب 2x2. لا الان ال x1 هي ضعف، فاحنا بما انه بال الايجن فاكتورز اللي قبل اخذنا بدلاله x2 خلينا ناخذ هنا بدلاله x2 او x1 is up to you. فيقول the solution is x2 يساوي لي نص x1. فشو جاي اعوض؟ اقول اذا الاكس احنا مثل ما قلنا هنا ما لنا علاقه بهذا الرقم. تقول الاكس هي x1 x2. اذا لو x1 مثلا 2 لو x1 2 x1 2 اعوضها هنا x2 سالب 2 على 2 يعطيني سالب 1. اذا هذا عندي طلع الايجن فاكتورز. اريد اتاكد حلي صحيح، اجي اضرب هذا الاكس بالماتريكس الاصليه اللي هي سالب 5 ب 2 2 بسالب 2. فشو عندي؟ هذا يمثل لي اي واكس، ضربت طلع لي الناتج هذا. اريد اتاكد هذا الناتج يحقق لي الشرط اللي هو اي اكس يساوي لامدا اكس. شو اقول؟ اللامدا لو اخذنا هذه اخذنا عامل مشترك سالب 6 برا 12 راح يبقى لي سالب 12 على سالب 6 راح يبقى لي 2، وال6 على سالب 6 راح يبقى لي سالب 1 واللي هو شنو هو؟ هو اكس. وسالب 6 شنو هو؟ هو لامدا. اذا
هذا الشرط تحقق وبالتالي الناتج مالتي صحيح. واضح؟ هذا بالنسبة للبارت الأول من الماتريكس. هذا أيضا ريفرنس اللي هو إيرونيك رايزنج اللي هو الكتاب المنهجي الخاص بيكو. أيضا ببعض الأمثلة تقدرون تروحون تستفادون من عندها. بس ما أفضل إنه أنت تضيع بين كثرة الأمثلة بدون ما تركز على الأمثلة اللي موجودة بالملزمة. افهم هذه الملزمة ومن عندها انطلق لأي أمثلة أخرى تريد تحلها. أوكي. البارت 2 اللي هو أيضا أمثلة على الإيجن فاليو والإيجن فاكتورز راح نحل واحد من هذه الأمثلة والثاني يبقى عليكم أنه أنتم هو محلول أصلا بس أنتم تكملونه باقي به خطوات. الآن يكون an example of three. نحن اشرح ناخذ الآن إيجن فاليو نكبر مالك هذه. الآن كلش واضح. اوكي ايش عندي الان الماتريكس؟ عندي 3 في 3 ماتريكس فهذه اريد اطلع لها الايجن فاليو. ناخذ نفس الخطوات بالضبط نقول فروم ها هنا اللي قلت لكم انه ما سواها اي ماينس لامدا اي سواها لامدا اي ماينس اي من هذا من ديفرنت بوك لذلك دازنت متى يعني مو فد مشكله تريد هاي او تريد هاي ما عندي اي مشكله راح يطلع لك نفس الناتج بالنهايه. فنجي على الخطوات هنا على الشرح اضافي هو شارح نطلع ال determinant انه انا لازم احقق هذا الشرط فراح اقول خلينا نحل مثل ما هو حال لامدا ناقص اي هذه اي ايش راح يصير عندي لامدا ناقص اي راح يكون لامدا ناقص 4 لامدا زائد 6 ولامدا هنا والبقيه راح تبقى نفسها فراح تكون عندي الداله هي determinant لامدا اي ناقص اي ايكوال 0 راح يكون بهذا الشكل. الان شو اسوي؟ اطلع الديترمينت مالتها اخذ لامدا ماينس 4 طبعا لامدا ماينس 4 مع انه هنا عندي صفر فاخذ هذا الرو افضل ما اخذ هذا الكولوم. لامدا ماينس 4 مضروبه في لامدا زائد 6 في لامدا ناقص 2 في صفر فتروح ناقص نجي الى الصفر يروح هذا الصفر اصلا لغى الموضوع نجي ناقص واحد هنا انا ما اخذ الرو اخذ الكولوم هذا دخلت متى تقدر تاخذ التلفوق اذا تريد فاخذ الواحد الواحد راح يكون راح يلغي لي هذا ويلغي لي هذا الصفر في لامدا ناقص واحد في لامدا ايضا لغاء الاثنيناتهم فاي ماكو فرق يعني افضل مما ياخذ الصفر هنا اللي راح يعطيك قيمه في واحد في لامدا. اوكي ومن ثم سالب 5 سالب 5 راح يلغي لي هذا فايش راح يكون 0 في 2 ناقص ناقص لامدا في 6. الان ابسط هذا الحل مالتي راح يكون عندي الناتج النهائي هو لامدا تكعيب زائد 2 لامدا تربيع ناقص 29 لامدا ناقص 30. طبعا هيك ايكويجن لازم نحلها حتى تطلع قيمه اللامدا فراح يكون حلها جدا ديفيكلت لذلك عندنا جوي حتى نحل هيجي معادلة يكون الأس مالتها أكثر من تربيع فهيجي معادلة عندنا ما نستخدم اللونج ديفيجن إذا تذكرون اللي أخذناه بالبارشال فراكشن نستخدم اللونج ديفيجن حتى أبسط الأسس مالتي أو أستخدم الفاكتورايز اللي إنه أنا أعوض فتقية معينة لامدا من سالب واحد فما فوق وأشوف أيهما من القيم اللي راح تعطيني طريقة صحيحة. فهنا راح نحل الطريقتين حتى تفهمهم بس بالنسبه لك اتس اب تو يو يعني شو تريد تختار اختار دازنت ماتر. اوكي الان خلينا ناخذ اول طريقه هي اللونج ديفيجن. نجي الى اللونج ديفيجن شو راح نقول؟ لامدا 3 خلينا نكتب افضل لامدا 3 زائد 2 لامدا تربيع ناقص 29 ناقص 30. ف كقيمه اولى وي ونت تو فاكتورايز ذيس كيوبيك بولينومال. شو نسوي حتى نقسم؟ يعني انا اريد فشي اقسم عليه. شو اقول له؟ انا اللامدا خليني تراي لامدا تساوي لي موجب سالب 1 موجب سالب 2 موجب سالب 3
طبعا طريقه اللونج ديفيجن عفوا انا قلت انه هو الفاكتورايز هو هنا الفاكتورايز باللونج ديفيجن ايش الطريقه تكون لا اسهل للثاني راح تشوفونها تكون ابسط. بالنسبه لللونج ديفيجن حتى الاستفاد من اجله انه انا لازم اخذ قيم للامدا واعوض اجربها ايهما راح يعطيني الباقي مالت القسمه زيرو وبالتالي الناتج مالتي صحيح. طبعا خلينا نقول جود بوينت لا تخاف ما راح اجيب لك فت سؤال تقدر تستخدم اللونج ديفيجن ويحتاج اكثر من مرتين تعوض بيه. يعني مثلا خليك تعوض سالب واحد وموجب واحد وسالب اثنين وموجب اثنين لا مو كلش قاسي انا فيكون واضح يعني قد اول تعويض راح يجي صحيح انه سالب واحد او موجب واحد وهكذا. فاخذ انه قال خل اخذ لامدا سالب واحد وبالتالي لامدا زائد واحد يساوي لي صفر. فاذا جينا نعوض هذا البولينومز اللي طلع اقسمه على لامدا زائد واحد لامدا 3 على لامدا يعطيني لامدا تربيع. اضرب اللامدا لامدا تربيع في لامدا لامدا تكعيب لامدا تربيع في واحد يعطيني لامدا تربيع. اعطي طرح راح يكون هذا ناقص وهذا ناقص هنا ناسي هذا هذه راح هيبقى عندي 2 لامدا تربيع ناقص راح يعطيني لامدا تربيع ينزل الحد اللي بقى 29 لامدا ناقص 30 وقسم على لامدا تربيع على لامدا راح يعطيني زائد لامدا اضربها لامدا تربيع زائد لامدا طرح هذا ناقص وهذا ناقص راح يكون عندي ناقص 30 لامدا وهذا راح يروح ناقص 30 اقسم ناقص 30 لامدا على لامدا راح يعطيني ناقص 30 اضربها راح يعطيني ناقص 30 ناقص راح يكون زائد بزائد وبالتالي هذا راح يروح يبقى صفر. اذا الاختيار مالتي اللي اختاريته صحيح ومضبوط استمر على الحل. ايش راح يكون عندي بالتالي الحل هذا البولينومول يتحول الى لامدا زائد واحد في لامدا تربيع زائد لامدا ناقص 30 الباقي او الناتج من القسمه مضروب في هذا يعطيني هذا البولينومول. فلامدا زائد واحد طلعنا اول قيمه للامدا اجي احل هذا لامدا تربيع لامدا تربيع زائد لامدا ناقص 30 راح يكون لامدا زائد 1 لامدا زائد 6 لامدا ناقص 5 وبالتالي عندي ثلاث قيم للامدا اللي هي ناقص 1 وناقص 6 وزائد 5. Therefore the eigen values are سالب 1 سالب 6 و5. هنا انتهى النصف الاول من الحل. نريد نوصل للايجن فاكتورز نعوف الايجن فاكتورز خلينا ناخذ الطريقه الثانيه شلون اطلع الايجن فاليو. Direct factorization by spotting current factor. ايش راح نسوي؟ هذا الماتريكس عندي احله بصوره طبيعيه وكانما اطلع ديترمينت. ايش اقول؟ اقول لامدا اقول لامدا ناقص 6 في ديترمينت هنا مالتي x زائد 6 في لامدا ناقص 0 0 في 2 ثم اخذ الواحد وراح 0 في 2 0 في 0 راح يلغي ومن ثم اخذ ناقص 5 لامدا في 6. اكمل الحل مالتي لامدا ناقص 4 لامدا زائد 6 في لامدا ناقص 5 في لامدا زائد 6. اخذ اللامدا زائد 6 كعامل مشترك يطلع برا وراح يصير عندي لامدا في لامدا ناقص 4 ناقص 5. ادخل هذه على القوس فراح يكون لامدا زائد 6 لامدا تربيع ناقص 4 لامدا ناقص 5. وبالتالي القيم اللامدا راح تكون لامدا زائد 6 لامدا ناقص 5 ولامدا زائد 1 وبالضبط مثل ما طلع عندنا سالب 1 وسالب 6 و5. هذه الطريقه جدا اسهل واكثر قصيره بس اللي يحب يمشي باللونج ديفيجن اتس اب تو يو. ما راح احددك الطريقه انت تقدر تدرس وحده من عندها وتشتغل بس المطلوب منك انه انت تجربها على اكثر من مثال ربما يجيك مثال ما ترهم اللونج ديفيجن او تكون معقده او يجيك مثال ما نقدر الدايركت فاكتورايزيشن وتكون اكثر معقده. واضح؟ اوكي الان خلينا نروح نكمل الى الايجن فاكتورز. الايجن فاكتورز ايش راح اسوي؟ نفس الطريقه بالضبط راح اضرب الناتج مالتي الماتريكس مالتي اللي هو شنو اخذ لامدا واحد ايش عندي انا؟ لامدا ناقص 4
هذه أعوض بها قيمة اللامدا اللي هي سالب واحد. راح عندي سالب خمسة صفر أضربها في x واحد x two x three ويساوي لي صفر صفر صفر، هذا الناتج. الآن شو أسوي؟ شو أسوي؟ أختار يا إما أخلي هنا بالثلاثة، يا إما أخلي هذا يكون بدلالة فقط x1 بحيث اطلع x1 برا والبقيه تبقى قيم، بحيث x2 بذات x1 وx3 بذات x1، او اخلي يمكن بذات x2 او بدلاله x3. المهم هنا يصير عندي ارقام كوفيشنت مضروبه كلها في x وحده معينه، ما يصير مختلفه. ايش راح اسوي؟ احل اضرب من هذه المعادلات، ناقص 5 في x1 0 في x2 ناقص 1، طلعت لي المعادله الاولى وهذه المعادلة الثانية. لا شو اختار؟ انه يسوي بدلالة x3. x3 فشني؟ هذه أول معادلة مضروبة بين ثلاثتهم راح تعطيني بدلالة x3، والمعادلة الثانية مضروبة بثلاثتهم أيضا راح تعطيني بدلالة x3، فما يحتاج أضرب، تقدر طبعا تقدر تضرب وتكمل ماكو مشكلة. من المعادلة الأولى بما أنه x2 صفرت ناقص 5 متغيرين عندي، اقدر اخذ اذا x1 تساوي لي سالب 1 على 5 x3، هذا الاول. اجي بالنسبه للمعادله الثانيه x1 عندي 5 x2 عندي x3، اعوض بمكان x1 هذه فراح يكون عندي 2 فيربل x3 وx2، اخذ x2 بدلاله x3 راح يكون هذا عندي. اذا الايجن فاكتورز مالتي ايش راح يكون؟ راح يكون x، وش يمثل لي؟ هذا هو الايجن فاكتورز، راح يمثل لي x1 x2 x3. اعوض القيم اللي انا طلعتها راح يكون سالب 1 على 5، وراح يكون عندي سالب 9 على 25، وراح يكون عندي سالب 1 مضروب بمن؟ بالx3. هذا شو يمثل لي؟ اذا هذا الايجن فاكتورز مالتي. طبعا تريد تشيكه تضربه ب المعادلة الأصلية وراح يطلع لك بالضبط نفس الناتج، أنا already شيكته سابقا. بالنسبة لبقية اللامدا أصبح واضح جدا، هذا بعد متروك لك، لامدا 2 سالب 6 واللامدا الأخيرة الخمسة أيضا، هذا الحل. ومن ثم راح تاخذ اكزامبل ثاني راح يلقى فقط الايجن فاليو والايجن فاكتورز يتركه لك حتى تكمله، هذا الباقي متروك عليك حتى تكمل الحل مالته. اوكي جايز، طبعا هذا الشابتر خلاص، هذا اول ان ذا ماتريكس، يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي اذا الله خلانا سالمين ندخل بالشابتر اللي بعده. اكو كم نقطه انه ضروري هذه النقط اشير لها. نروح إلى المودل، أوكي شباب. طبعاً الكويزات راح تضاف بالنسبة للماتريكس إن شاء الله أضيفها اليوم. هذا الكتاب اللي قلت لكم عليه، هذه مجموعة من الفيديوهات اللي يحب يطلع عليها، يعني إيجن فاليو إيجن فاكتور شرح من اليوتيوب البارت 1 وبارت 2. اكو نقطة ضرورية انه بالنسبة للسؤال اللي تريد تدز لي سؤال، لا تدز لي مسج هنا، دز لي مسج بهذا المكان. الدز لي يكون بالاسك يور كويستشن، انا منزل لكم فيديو سابقا اللي هو هنا بالبداية اللي ما شايفه، هاو شورت فيديو اباوت هاو تو يوز موديل موجود بي. فمن عده تخلي الى ask your question، ليش انه تجي تسالني هنا؟ انا راح اقول لك الفوائد. اول شيء انه احنا التوجيهات الحاليه بالنسبه للعشره مال الاستاذ، اذا استمر التعليم الالكتروني راح نعتمد بصوره كليه، او خلينا نقول مو العشره مال الاستاذ، الحضور مالتك اللي جاي نرفعه كل فتره حتى لا يفصل الطالب، هي تعتمد على تواجدك بالمودل ومدى تفاعلك وياه. اكو مشكله انه انت هنا بتدز لي مسج، مع مرور الوقت بس يتحدث الموديل تروح كل الاسماء اللي دزت لي مسج، وبالتالي من اريد اسجل حضور اجي ما القى ولا اسم، في حين لو
سألتني هنا رح يبقى مخزون حتى بعد سنة جديدة، يعني أكو بعضهم بعض الطلبة من العام سألين موجودة، وبالتالي أقدر أرجع لها وما يدي حقي. أما إذا تستمر تدز لي رسالة أو تدز لي على الواتساب أو تدز لي على الفيسبوك فهذا كله ما يعتبر حضور وراح يضيع حقك. هيجي الفائدة الثانية إنه أنت بنضيف لي كويشن هنا، أي طالب الآن، أي طالب هسه أنا مثلا من كنت أدرس سابقا وكنا نستخدم المودل بالماجستير، من أريد أسأل الأستاذ قبل ما أدي السؤال للأستاذ أروح أفتح المودل وأروح لأسك يور كويشن أشوف جماعتي السائلين الطلبة قد سألين نفس السؤال السائل وبالتالي ما يحتاج إنه أنا أعيد، أو قد يكون الأستاذ جاوب على السؤال مال الطالب وأنا استفاد من الوقت بدل ما أظل أنتظر الأستاذ يجاوبني. أو وأيضا الفائدة الأخرى إنه الطالب الآخر اللي يريد يناقشك بشيء من يلقى سؤالك يقدر يعطيك جواب، وهذا ينحسب لهذا الطالب عدي كنشاط إنه جاي يساعد بقية الطلبة. ف من مستقبلا انه انا بعد ما راح اجاوب اي سؤال يجيني هنا بالمسج، راح اجاوب فقط الاسئله اللي القاها هنا. شلون تسال؟ ارجع عيدها تقدر تشوف الفيديو، بس مع ذلك فقط تقول add a new discussion question، مثلا تسال على الانفيرس اوف ماتريكس، انفيرس اوف ماتريكس، هلو تريد بالعربي تريد بالانجليزي، بس طبعا الكتابة تكون يعني خلينا نقول أكاديمية، مو توديني هاي بالعربي، لا له تكون أكاديمية. مرحبا أستاذ، عندي سؤال حول كذا موضوع، إذا هذا الموضوع تقدر يا إما تقول لي بيا صفحة بالضبط أو تأخذ سكرين شوت وترفعها، ومن ثم شكرا أستاذ تكتب لي اسمك جوا حتى أعرفك منه، ثم تطي بوست وفوم راح تكون موجودة بالضبط مثل ما أنت تسوي بالكويز. أرجع أكد شباب الحاضر يبلغ الغايب إنه الحضور يكون فقط مالتك أخذ من الديسكشن ومن الكويزات، ما راح أخذ وما راح أجاوب أي شيء يجيني عن طريق المسج. نقطة أخيرة لاحظت إنه بالشابتر السابق عدد التفاعل بالنسبة للكويزات جدا قليل، وهذا شباب يضر بيكم ما راح يضرني أنا صراحة، يضرني أتأسف لأنه ليش الطالب ما جاي يتفاعل. بعض الطلبة أنا جدا شاكر تفاعلهم ونشاطهم وكثرة أسئلتهم، وهذا الشيء حلو يا رب يتفوقون. أما بقية الطلبة اللي ضاربها سكتة بالذات طلبة المسائي، فهذا كله راح يكون من العشرة الخاصة مالتك بالتقييم. تمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله.